وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالردود والتهجم على الفنان السوري عابد فهد بعد إهداء جائزته لقوات النظام. وطن واحد لجيشنا السوري ولجيش لبناني أيضا اللي وقف مع سوريا. فنانون وقفوا مع الثورة السورية، شنوا هجوما لاذعا على عابد فهد واعتبروا تصرفه انتهازيا، مذكرين إياه بالضحايا المدنيين الذين قتلهم النظام وبالمعتقلين المغيبين في سجون الأسد منذ سنوات. الفنان عبد الحكيم قطيفان علق على الحادثة بعد نشره صورة لعابد فهد إلى جانب الفنان مكسيم خليل الذي وقف بجانب الثورة السورية قائلا: إن هناك فرقا بين روح الرجل الحر وروح العبد الانتهازي والكاذب. عمال وفلاحين وصغار كسبة، وأنا ركزت على هدول الثلاثة لأنه إحنا 12 سنة بالمدرسة بدرسونا أنه هدول هن أساس المجتمع وأنه لهم كل الأولويات والحقوق. منوجه لهم تحية ومنقول أنه هدول العالم مكانهم مو بالمعتقلات، هدول العالم مكانهم برا بالضوء. ناشطون قالوا إن الكثير من نجوم الدراما السورية خدعوا السوريين لعقود، مقدمين أنفسهم على أنهم مع الناس وهم المواطنين همهم، لكن مع بداية الثورة انكشف معظمهم بعد تأييدهم للقاتل. اليوم عابد فهد يصرف الشيك ويهدي جائزته للجيش الذي قتل واعتقل وجوع وشرد ملايين السوريين. بهذه الكلمات علق أحد الناشطين على تصرف عابد فهد. عابد فهد نال جائزة أفضل فنان في حفل جوائز الموركس دور في نسخته 19 الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، وتوافد عليه عدد من نجوم الفن حيث وزعت من خلاله 38 جائزة مختلفة على نجوم الفن في لبنان والشرق الأوسط.